نروح مع حضراتكم لأسوان، ويعني بيت هناك تعرض لحريق وتقريبا معظم محتويات هذا البيت انتهت تمام. والحقيقة انه كان في استجابة سريعة من مؤسسة حياة كريمة اللي أعلنت انها هتقدم كل أوجه الدعم لهذه الأسرة اللي تضررت من الحريق. وبالفعل ده تم، وتم تقديم مواد غذائية ومفروشات وأجهزة كهربائية بدل الاتحرقت. وأهم شيء انه تم ترميم او بيتم ترميم هذا البيت. دعم عاجل قدمته مؤسسة حياة كريمة لمواطن في محافظة أسوان تعرض منزله لحريق أدى إلى تلف كافة محتوياته. تحركت مؤسسة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسرة المواطن في قرية الحكمة بوادي النقرة بمحافظة أسوان، وذلك في إطار دورها التنموي وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فرق الرصد الميداني بالمؤسسة تواصلت مع المواطن وقدمت العديد من الأجهزة الكهربائية تتمثل في ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وعدد من البطاطين، بالإضافة إلى مواد غذائية للأسرة المتضررة. كذلك قام الفريق الهندسي بالمؤسسة بحصر التلفيات الموجودة بالمنزل والعمل على إصلاح الضرر بشكل عاجل. ويأتي ذلك إيماناً من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات وفي مختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً تلبية احتياجاتهم وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.